الابتزاز الجنسي على الانترنت. عصابات دولية مهمتها الحصول على صورك الجنسية عبر الانترنت، كيف يعملون وكيف تحمي نفسك منهم؟ اسمع انا حاجات مش كويسه ان واحد ما ينفعش يقولها اساسا، مثلا واحد يتكلم قال لي جسمك عامل ازاي، بعت لي صورتك وكده. اسوأ شيء موجود النهارده في مصر اكيد. بسمع اسمع عنه في الوقت الحالي، وخصوصا ان هو منتشر قوي حاليا. يعني في ناس بتستخدم النت غلط، ان الواحد اساسا مش بيبقى شايف حد ولا هو شايفه، فطبعا الناس بتستخدمه في حاجات مش كويسه اساسا، لان مش بيستعملوه بالطريقه الصحيحه عشان الجهل. الناس مش في وعي، يعني مش زي الدول المتقدمه بيبقى واعي وكده. يعني حسن النيه في الاول بيشد الواحد، وبعد كده بيقع في المحظور. الشباب مغيبه شويه لانه محروم من حاجه زي كده او بيدور على حاجه زي كده. لا، اللي ما اعرفوش ما اعملش معاه شات. لا، انا ما اعملش مع ناس ما اعرفهاش، بس لازم اتاكد مين من بره برضك، مش من مصر بس. ساعات كتير من الرجاله بيكتبوا اساميهم باسامي بنات ويحطوا صور بنات وفي الاخر يطلع راجل. اتعرضت بس انا يعني عرفت اتاكدت الاول. بيحصل كتير بعد مكالمه واثنين وثلاثه، ففهمت ان ده راجل مش واحده ست. لا، العيب في الناس طبعا، التكنولوجيا ملهاش دعوه بالناس. لا، في الناس طبعا. التكنولوجيا دي معموله عشان يعني توعي الناس. للاسف ان مفهوم التطور الحديث للتكنولوجيا عند الشعب المصري تخلف تخلف تخلف. لا، اكيد طبعا العيب في الناس. التكنولوجيا دي اتعملت لنفع وضرر، بس الناس بتبص للحاجه اللي تضرهم مش الحاجه اللي بتنفعهم. العيب عمره ما كان في التكنولوجيا، بل بالعكس هو العيب في البني ادم نفسه. الابتزاز الجنسي عبر سكايب يستهدف طلبه الجامعات. فريند مايكرو تكشف عن عصابة الابتزاز الجنسي من اليابان. القبض على عصابة في الفلبين متخصصة في الابتزاز الجنسي على الانترنت. رسائل واتساب الجنسية حيلة جديدة لابتزازك فيما بعد. مجرمون يستخدمون تطبيقات الموبايل للابتزاز الجنسي. اهلا بيكم في حلقة جديدة من تيك توك. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وفي ناس كتير اتعرضت ليه على الانترنت في مصر وفي المنطقة العربية وفي العالم كله. موضوعنا النهاردة عن الابتزاز الجنسي على الانترنت. دايما بنقول في حلقاتنا ان التكنولوجيا سلاح ذو حدين، ممكن نستخدمها في مصلحتنا وممكن تكون سبب ضرر كبير جدا لما بيساء استخدامها، بالذات لما بيكونش في وعي كبير من اللي بيستخدمها. ومن اكتر الحاجات الدنيئة اللي استغلت فيها التكنولوجيا في الفترة الاخيرة موضوع الابتزاز الجنسي. والموضوع ده ببساطة اي حد ممكن يقع فريسة سهلة ليه بسبب الثقة الزايدة في استخدام التكنولوجيا، او بسبب المشاكل النفسية والاجتماعية اللي ممكن تكون موجودة عند الضحية واللي بتخليه يصدق بسهولة في الرسائل والمحادثات اللي بيعملها على الانترنت مع اي حد حتى لو ما يعرفوش. الابتزاز الجنسي معتمد اساسا على ان المجرم يكون عنده نسخ من صور الضحية او فيديو ليها باي طريقة، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل. بس اول ما المجرم يبقى معاه الصور او الفيديو يبدا يبتز الضحيه ويطلب منها فلوس علشان ما ينشرش الصور او الفيديو على الانترنت، وده ببساطه اللي بيحصل مع اغلب الناس. طبعا الموضوع ممكن يبدا في الاول بكلام عادي جدا، زي اضافه على الفيسبوك من بنت شكلها لطيف انت ما تعرفهاش، بس ممكن يكون في صديق مشترك بينكم وبالتالي انت هتقبل الاضافه. هيبدا الموضوع بكلام لطيف على الفيسبوك، وبعدين الموضوع هيتطور للتشاتنج او الدردشه، ممكن يتنقل على الموبايل او على الواتساب. ولما تطمن للشخصية دي هتطلب منك انها تنقل المحادثة على برنامج زي سكايب علشان المحادثة تبقى صوت وصورة، والحجة ان احنا لازم نتعرف على بعض اكتر، وهكذا من الطرق المعروفة في الخداع واللعب بعقل الناس. المجرم كمان ممكن يبعت صور او فيديو للضحية علشان تطمن له، ويبدأ يطلب منها صور او فيديو بنفس الطريقة. طبعا الصور والفيديو اللي بيبعتها المجرم للضحية كلها متفبركة او صور مش حقيقية للمجرم. المشكلة ان الضحية ممكن تتخدع بسهولة وتصدق وتبدأ تصور نفسها وتبعت الصور للمجرم اللي هي واثقة فيه، وهنا تبدأ المأساة. اما ان المجرم هيبدأ يبتزها علشان تدفع فلوس، او ممكن الموضوع يتطور بان المجرم يطلب صور زيادة او فيديو، والاخطر بقى انه هيطلب يقابل الضحية ويبتزها بالصور ويعمل ما هو ابعد من ذلك، زي ما نشوف مع بعض في الفيديو ده. Hello, Betty. Who are you? I'm Adam's friend. Where's Adam? He can't make it. He told me to bring you out. Where? You follow me? Betty. Give me that. What do you want? Follow me. ممكن حد يسأل، طيب وليه برنامج سكايب؟ ما في برامج تانية كتير فيها صوت وصورة. طبعا في برامج كتير، بس سكايب بما ان اغلب الناس عارفاه ما بقاش في شك عند الضحية انها تستخدمه، ودي نقطة مهمة ان الشخص يثق في المجرم.
النقطة التانية والمهمة جدا ان برنامج سكايب ليه برامج تانية ناس كتير ما تعرفهاش، وياريت محدش يسألني ايه عشان مش هنقول على اساميها، لكن اللي عايز حضراتكم تعرفوه ان البرامج دي يقدر المجرم يستخدم فيها فيديو متسجل قبل كده لاي حد، سواء بنت لو هو عامل نفسه بنت او ولد لو هو عامل نفسه ولد، وبعدين يقدر يتحكم في الفيديو زي ما هو عايز علشان يهم الضحية اللي قدامه على الكاميرا ان الفيديو ده بتاعه هو، يعني ممكن يشاور او يتكلم او يعمل اي حاجة تطمن الضحية ان الفيديو اللي قدامه ده حقيقي مش فيديو متفبرك. الاخطر بقى ان البرامج دي كمان بتغير نبرات الصوت زي ما المجرم عايز، يعني ممكن يعمل نفسه راجل او ست حسب الضحية، والضحية ساعتها مش تبقى مركزة كويس في موضوع الصوت بسبب الفيديو اللي بيتعرض قدامها. الاخطر كمان ان في برامج بتترجم ترجمة فورية، يعني المجرم يقدر يتكلم باكتر من لغة مع الضحية، وده يفسر كمان وقوع ناس كتير ضحايا للنوع ده من الجرائم في اي دولة وبسهولة. وبمناسبة العصابات عايز احكي لكم على عصابة من اشهر عصابات الابتزاز الجنسي في العالم، ودول اتقبض عليهم في الفلبين زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو ده. الحكاية دي زي ما حضراتكم شفتم في الفيديو مجموعة من المجرمين بيستخدموا الانترنت كعصابة منظمة للابتزاز الجنسي. طبعا الانتربول دخل في الموضوع لانهم ابتزوا ناس كتير جدا في اكتر من دولة، منها بريطانيا وامريكا وشرق اسيا والشرق الاوسط. الانتربول قال ان العصابة دي استهدفت ناس في جهات حساسة كمان، منهم عسكريين في الجيش الامريكي، وطلبوا من الضحايا مقابل مادي وصل ل $15,000 للضحية الواحدة. للأسف في ناس من اللي بيقعوا ضحايا الابتزاز الجنسي ما بيقدروش يواجهوا المصير المأساوي اللي بيقعوا فيه. العصابة دي كانت سبب في ان شاب عنده 17 سنة انتحر ورمى نفسه من فوق كوبري في اسكتلندا بعد ما سربوا له صور على الانترنت علشان مرضيش يدفع. العصابات دي للأسف منتشرة بشكل كبير على الانترنت، وفي ناس كتير للأسف موجودين كمان في مصر حتى لو بشكل فردي، وزارة الداخلية بتحاول تقبض على ناس منهم كل فترة، لكن الغالبية العظمى بيستخدموا برنامج سكايب والبرامج اللي اتكلمنا عليها علشان يخدعوا الضحية ويخلوه يقلع ملابسه قدام الكاميرا او يتصور صور فاضحة، وبعدين بعد كده يستغلوا الصور دي في ابتزازه يا الدفع يا النشر. طبعا دي مش الطرق الوحيدة للابتزاز والوصول لصور وفيديو من الضحية، الموضوع لسه فيه اسرار تانية هنعرفها بعد الفاصل، خليكم معانا ما تروحوش في اي حته. اهلا بيكم. قبل الفاصل قلنا ان غالبية المجرمين بيخدعوا الضحايا ببرامج كمبيوتر زي سكايب وبرامج تانية بتغير الصوت والصورة والفيديو، ولو الموضوع مش واضح لحضراتكم خلونا احكي لكم على حكاية لمجموعة من الباحثين عملوا تجربة بالتعاون مع الشرطة في هولندا علشان يقبضوا على الناس اللي بتتفرج او بتتداول جنس الاطفال. الباحثين عملوا برنامج كمبيوتر بيعمل فيديو لبنت صغيرة واستخدموه علشان يخدعوا ناس كتير جدا على الانترنت علشان يظهروا حقيقتهم ويعرفوا مين اللي بيدور على جنس الاطفال، وللأسف التجربة وصلتهم لناس كتير جدا، منهم سياسيين كبار وفيهم ناس في الشرق الاوسط بالمناسبة. تعالوا نشوف جزء من التجربة في الفيديو ده. A group of specially trained researchers have been pretending to be Sweetie, this girl up on the screen. She's actually a computer simulation, she's not real. The researchers, as you can see, have to remain anonymous because what they're revealing is criminal conduct. They go onto chat rooms, freely available, easy to access. All they say is that they're a girl, they're 10, and they're in the Philippines. Within seconds, men from around the world are contacting her, asking her to put on a webcam and take off her clothes. They're prepared to pay for it. كل اللي الباحثين عملوه انهم استخدموا الفيديو اللي بيتحكم فيه الكمبيوتر لبنت عندها 10 سنين وقدروا يدخلوا في دردشه مع الاف الناس على الانترنت، كلهم كانوا عايزين البنت تقوم بافعال فاضحه قدام الكاميرا بمقابل مادي، وده كان الخيط اللي وصل الشرطه للناس دي واتقبض عليهم. نفس اللي حضرتك شفته في التجربه دي هو اللي بيعملوه المجرمين على الانترنت علشان يخدعوا الضحايا ويخلوهم يصدقوا انهم بنات او رجاله، ويخلوهم كمان يعملوا اعمال منافيه للاداب قدام كاميرات الكمبيوتر، وفي الاخر يتحولوا الضحايا ابتزاز جنسي ممكن يدمر حياتهم للابد. طبعا الخداع عن طريق برامج التشاتنج والفيديو مش هي الطرق الوحيدة اللي المجرمين بيستخدموها علشان يوصلوا لصور وفيديوهات الضحايا. ياريت حضراتكم بقى تركزوا معايا جدا في اللي جاي ده علشان ناس كتير جدا بتوع ضحايا وبحسن نية. في مجرمين بقى من نوع تاني عندهم دراية بالتكنولوجيا وفي نفس الوقت بيستخدموا الخداع والهندسة الاجتماعية. على سبيل المثال حد يتعرف عليك على السوشيال ميديا وبعدين بعد ما تطمن له يبدأ يدخل معاك في حديث صوتي مش فيديو، وفجأة تلاقي الصوت يحصل فيه مشكلة. المجرم بعد كده هيبعت لك على الشات لينك تضغط عليه علشان تحمل ملف صغير علشان ايه بقى الصوت يتظبط. طبعا الضحية واثق في المجرم وهو ده الفخ. اول ما الضحية تركب البرنامج من اللينك اللي بعته المجرم هيبدأ البرنامج يفتح الكاميرا بتاعة اللابتوب، ولو مفيش كاميرا هيبدأ يدور على الكمبيوتر بتاع الضحية على اي صور خاصة بيه، او هيقوم البرنامج بفتح قناة اتصال بين المجرم وجهاز الضحية، وفي الحالة دي هيخلي المجرم يدخل على الجهاز ويدور زي ما هو عايز على اي صور شخصية، كل ده علشان الضحية وثقت في المجرم وحملت برنامج تجسس من غير ما تاخد بالها.
بعد ما المجرم ياخد اللي هو عايزه من الجهاز هيبدا يبتز الضحيه حسب الحاجات اللي حصل عليها. وللاسف وبقول للاسف تاني، ناس كتير بيحصل لها مهازل زي دي وما بتبلغش الشرطه، والمجرمين بيحطوا الفيديو والصور دي بعد كده على مواقع كتير جدا على الانترنت، وكلها مواقع اباحيه طبعا، والناس ممكن تلاقي صورها منتشره على المواقع دي وهي ما تعرفش. فجاه صديق او صديقه للضحيه تقول لها الحقي ده انا لقيت صورك على الموقع الفلاني، احساس بشع طبعا. اخر تقليعه بقى تخص التكنولوجيا والابتزاز الجنسي كشفت عنها شركه ترند مايكرو المتخصصه في امن المعلومات. مجموعه من المجرمين المحترفين في التكنولوجيا صمموا برنامج للاندرويد، البرنامج ده ممكن يبعته لك في لينك على واتساب او على برنامج لاين، طبعا بعد ما يبعت لك صور بنات لطيفه ورسائل لو عايز تتعرف والكلام الظريف اللي ممكن يكون وصل حضراتكم في رسائل على الواتساب. اكيد في ناس من حضراتكم تفاعلوا مع الرسائل، لو ضغطت على اللينك او تواصلت مع الرقم هيستلمك لحد ما ينزل عندك برنامج تجسس على التليفون بتاعك باي طريقه. البرنامج ده ببساطة بيجمع المعلومات اللي عندك على التليفون ويبعتها للمجرمين، ومنها يقدروا يبعتوا رسائل لأغلب الناس اللي عندك في الكونتاكتس. يعني لو حضرتك جاتلك رسالة زي دي على الواتساب فأكيد في حد من اللي عندك في الكونتاكتس كان جزء من عملية زي دي وجابوا بياناتك من التجسس على تليفونه. المشكلة ان البرنامج ده كمان لو نزل على تليفونك بيحمل صورك واي فيديو عندك للمجرمين عن طريق الانترنت وبيبعت البيانات دي ببطء شديد علشان ما تشكش ان في حاجة بتحصل على التليفون. البرنامج كمان بينسخ الرسائل واي اكاونتس تانية على التليفون سواء كانت سكايب او فيسبوك او اي حساب على السوشيال ميديا. الحسابات دي بعد كده هيتم استهدافها في عمليات تانية عن طريق حسابات وهمية تظهر لك على انها بنت عايزة تضيفك مثلا وتبدأ السلسلة. لكن المختلف المرة دي ان المجرم عنده بياناتك، فهو عارف وبيكلم مين بالظبط وايه اللي تحت ايده هيبتزك بيه. ده غير ان تليفونك طبعا عند المجرمين وكل تليفونات الناس اللي عندك في الكونتاكتس، وفي ناس تانية للأسف بتتخدع وتتصل بالأرقام دي واللي بيجيلهم منها رسائل. ده غير ان المجرمين نفسهم بيتواصلوا معاك كمان ببرامج تغيير الأصوات أو حتى بنات بجد بتشتغل معاهم. من الآخر عصابات متخصصة على أعلى مستوى. الحل في المشكلة دي اولا لو حضرتك بتعمل تشات مع حد على الانترنت لازم تكون عارفه شخصيا، وياريت ما تدخلش معاه في كلام ممكن يتطور بشكل غير لائق علشان ما تعرفش ممكن يتعمل بيه ايه بعد كده. الحاجة التانية اتأكد ان الكاميرا بتاعت اللابتوب متغطية بستيكر. الاهم بقى ان حضرتك تتأكد انك لازم تكون مركب برامج حماية من الفيروسات وبرامج التجسس، وما تضغطش على اي لينك يجيلك من اي حد على التشات او على الواتساب او على اي برامج من برامج السوشيال ميديا. ولو جات لك رسالة من دي على التليفون ياريت تعمل للرقم بلوك وتحذف الرسالة من غير ما تتفاعل معاها. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا بتحصل اليومين دول بالذات في موضوع وصلات الانترنت. في ناس لأي سبب من الأسباب بتقرر انها بدل ما تشترك في الانترنت عند شركة من شركات الانترنت في مصر، بتلاقي ان الأسهل والأرخص انهم ياخدوا وصلة من سايبر كافيه او ياخدوا وصلة من حد معاهم في العمارة. ده غير طبعا محترف الوصلات في الأرياف اللي بيشتركوا عند الشركات دي وبيوزعوا على الناس بعد كده. المصيبة اللي الناس مش واخدة بالها منها ان صاحب الشبكة اللي حضرتك واخد منه وصلة يقدر يدخل على جهازك من غير ما تعرف، حتى لو مأمن نفسك ببرامج الحماية من الفيروسات ممكن يستغل هو اي ثغرة ويدخل على جهازك طالما انت معاه على نفس الشبكة، وده طبعا اللي منتشر للأسف علشان الناس مش واخدة بالها من الموضوع ده. في مجرمين بيستغلوا جهل الناس وعدم معرفتهم الكافية بالتكنولوجيا وبيستخدموا برامج كتير ومنتشرة على الانترنت علشان يقدروا يتجسسوا على أجهزة الناس اللي واخدين من عندهم وصلة الانترنت. ده غير ان في ناس تانية عاملين نفسهم هاكرز بيخترقوا ضحايا معاهم على الشبكات دي ببرامج برضو معروفة ومنتشرة على الانترنت، وللأسف الناس دي تقدر تدخل على أجهزة الضحايا وياخدوا منها صور وفيديو وأي حاجة شخصية، وبعد كده ممكن بسهولة يبتزوا أصحاب الصور والفيديو حتى من غير ما يعرفوا ان المجرمين دول معاهم على نفس الشبكة. ده بقى موضوع لا ليه علاقة بناس عايزة تعمل دردشة مع بنت على الانترنت ولا غيره، ممكن يكون بني آدم عادي جدا وحاسن النية بس كل مشكلته انه واخد وصلة من سايبر او مشترك مع اي حد تاني ومش مأمن نفسه كويس. ياريت الناس ما تعتمدش على موضوع شبكات ووصلات الانترنت دي نهائي، عشان حضرتك كده قاعد بجهازك في الشارع وصاحب الشبكة يقدر يعمل معاك اللي هو عايزه من غير ما تعرف ببرامج كلها موجودة منتشرة على الانترنت. موضوع الوصلات ده مسبب مشاكل كتير جدا وفضايح لخصوصيات الناس، واكيد في بلاغات كتير عند وزارة الداخلية، ده غير اللي بيخاف يبلغ من الفضيحة، وانا شخصيا سمعت من حوادث كتير جدا من النوع ده بسبب موضوع الوصلات. ادوات التكنولوجيا للاسف سهلت النوعية الدنيئة دي من الجرائم. يعني تخيل مثلا في ناس هوايتها انها تصور البنات في الشارع ويحطوا الصور دي على مواقع ومعاها ارقام تليفونات علشان اللي عايز يتصل، وفي النهاية هيستخدموها اما للتشهير بالبنات عن طريق مجرم عارف البنات دي، او هيستخدموها علشان يبقى ضحية يتصل بالرقم ده وتبدأ عملية الابتزاز من واحدة عضو في العصابة او من واحد عامل نفسه واحدة.
بسبب كل المشاكل دي في ناس للاسف منهم اعلاميين زمايلي طلعوا قالوا يا عم انترنت ايه بلا انترنت بلا بتاع، خلينا نقفل الانترنت والموبايلات، ما الصين ما عندهاش انترنت. كلام عجيب بصراحه، اللي ما يعرفوش يقولوا عكس، يعني الصين ما عندهاش انترنت وهي عامله لنا غزو تكنولوجي في كل حاجه. الصين دي لوحدها بصراحه عايزه حلقه، لكن الحل طبعا مش في المنع، المشكله مش في التكنولوجيا، التكنولوجيا كشفت بس مشاكل مجتمعاتنا اللي كانت اغلبها مستخبيه. وزي ما قلت قبل كده وبكررها تاني، التكنولوجيا زيها زي اي اداه ابتكرتها البشريه، ممكن تستخدم في حاجه مفيده جدا وممكن تستغل ابشع استغلال، بالذات في مجتمعاتنا اللي مهتمه باستهلاك التكنولوجيا بدل ما نتعلمها. علشان كده انا بنصح اي حد بيستخدم الكمبيوتر والانترنت والسوشيال ميديا والموبايل انه يذاكر كويس التكنولوجيا اللي بين ايديه ويتعلم يستخدمها صح، يا اما بلاش يستخدمها من الاساس. استنونا في حلقه جديده وعلى تيك توك على القاهره والناس. القاهرة والناس تقدم تيك توك حصريا. نفتح ملف إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وهل هناك من يدمن الفيسبوك دون أن يدري؟ وما تأثير هذه المواقع على المخ؟ وكيف تكتشف أنك مدمن فيسبوك؟ الجواب في تيك توك الاثنين 18 مايو مع دكتور محمد الجندي على القاهرة والناس.